اولا رمضان كريم على الكل، وابو يحفظكم وشهر مبارك عليكم، ان شاء الله ينعاد عليكم الصحه والعافيه. نحب نوجه رساله بانه ما راح يجينا العيد وراح تجي علينا اجواء جديده ان شاء الله، ورب تعم السعاده على العراقيين وعلى كل العوائل العراقيه ان شاء الله. ونوجه رساله انه لكل شاب او لكل شخص انه الحياه حلوه ولازم الواحد يستمر بيها، مو انه بغض النظر انه العراق ما بيه تعيينات ما بيه شيء، انه مجرد من لازم نروح نجرب. انا كوني عن نفسي انا طالب جامعه ومتامل بحياتي ومكمل مستقبلي على انه راح القى شيء ثاني، فابتعد عن السوالف اللي تضرني، بغض انه اخرج عن القانون او انه اطلق الاشياء ثانيه مثل المخدرات او الممنوعات او شرب الكحول او غير شيء من هاي الاشياء، انه انا ملتزم بحياتي والحمد لله والشكر وملتزم بالقانون. طبعا نهني الشعب العراقي خاصة والعالم الإسلامي بعيد الفطر المبارك، إعادة علينا كل سنة بخير إن شاء الله. طبعا اكو موضوع احنا نحب نتطرق إليه اللي هو موضوع المخدرات اللي جاي ينتشر عندنا بصورة مو طبيعية بالبصرة أو بالعراق بصورة عامة. فأنا أتمنى يعني من الشباب ومن كل العالم الواعي إنه لا يتجهون لهي الشغلات، لأن هذا ما بيه غير الخراب والدمار إلك كشاب أنت والأهلك. وأدعي من الله أن يحفظ الشعب العراقي من هذا الأسباب. بسم الله الرحمن الرحيم، أتقدم بأزكى آيات الحب والعطاء بمناسبة عيد الفطر المبارك، أعاده الله علينا وعلى الأمة الإسلامية جمعاء بالخير والبركات. كما نستغل هذه المناسبة، مناسبة عيد الفطر، بالتسامح وعودة الغائبين والمغيبين إلى أهاليهم، وعودة المفقودين أيضا إلى أهاليهم، لأن هذه المناسبة هي مناسبة عظيمة وكبيرة عند رب العالمين، وكما نتمنى أن يعم الخير والعطاء على الأمة الإسلامية والعراقيين جميعا، وكما نتمنى أيضا نرفع أيدينا بالدعاء لرب العالمين للخلاص من زمرة هؤلاء الفاسدين الذين عاثوا بالأرض فسادا، أن يخلصنا من هؤلاء الفاسدين الذين عاثوا بالأرض فسادا ورجعوا المواطن العراقي لأدنى من الفقر والقتل والتهجير. بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك نهنئ جميع أطياف الشعب العراقي وبالخصوص أبناء البصرة بشكل خاص بخصوص العيد. حقق أمنياتنا لهذا العام أن تتحقق يعني تشكيل حكومة أغلبية وطنية تلبي تطلعات الشارع العراقي من خلال يعني احتواء الشباب وزخم التظاهرات، إضافة إلى الاهتمام بالواقع الصحي وكذلك أطلاق سراح المعتقلين بخصوص التظاهرات. هذا العيد له طعم خاص بمناسبة انجلاء وباء كورونا. نتمنى من كذلك الحكومة المحلية أن توفر المساحات الخضراء حتى بالتالي يتجول ويتنفس بها المجتمع البصري. بالتالي هذا العيد له طعم خاص من خلال ترقبين، أولا تشكيل حكومة تترقب الواقع الشعب العراقي، وكذلك انجلاء أزمة كورونا. فنهنئ جميع أبناء الشعب العراقي ونتمنى لهم الأمن والأمان ودوام الموفقية، وإن شاء الله تطلعات أكثر وتحقيق أمانة أكثر، ونتمنى السلام لجميع أبناء الشعب العراقي متراصين متكاتفين في لحمة واحدة إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، نهني الشعب العراقي بمناسبة عيد الفطر المبارك الذي نسأل الله التوفيق والنجاح والسلامة لشعب العراق، وكذلك
تهنئة خاصة إلى الأرامل والأيتام وإلى كافة الخيرين في الشعب العراقي، وكذلك نبارك للأمة الإسلامية بكل طوائفها هذه المناسبة الكبيرة والعظيمة. أهلا وسهلا بكم، نبارك إن شاء الله لكل الإسلام إن شاء الله جميعا، وعيدكم مبارك وأيامكم سعيدة، وهذا اليوم يوم عظيم، يوم إن شاء الله يوم العيد، يوم الفخر ويوم الانتصار الإسلام إن شاء الله، وسلام على كل المسلمين إن شاء الله، ويعيدكم بالخير والسلامة والستر، ويحفظ إن شاء الله الإسلام جميعا، ويحفظ عراقنا من كل مكروه إن شاء الله. وهذا إن شاء الله يوم العظيم إن شاء الله، يوم الانتصار، يوم اليوم يوم 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 ان شاء الله الاخوه، ما عندنا تفرقه بين اي طائفيه ان شاء الله، احنا كلنا اخوان، كان ما تكون الفئات كلها احنا اخوان ان شاء الله، ما عندنا تفرقه بين لا بين الشيعي ولا بين السني ولا بين الصابي ولا بين المسيحي، كلنا احنا ان شاء الله اخوان، واحنا عراقنا عراق واحد. واهلا وسهلا بكم وحياكم الله والف تحيه لكم ان شاء الله. والله احنا رسالتنا عن النزاعات هاي اللي قاعده تصير، احنا نريد الامان، نريد الستر، نريد ان شاء الله الخوة، ما نريد هاي تصير ضوضاء وبعض العشائر حقيقة متهورة ومستهترة. فاحنا هاي النزاعات ما نؤمن بها ابدا، ما نؤمن بها، هاي النزاعات حقيقة خارج عن النطاق. نسأل الله يستر العراق ويستر الاسلام كله ان شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، كل عام وأنتم بألف خير، عيد فطر مبارك، أعاد الله علينا وعليكم بالصحة والعافية، وإن شاء الله تحقيق المستويات العلمية والثقافية والتربوية الممتازة لأبناء محافظة البصرة. أكيد نهنئ جميع كوادرنا التربوية والتعليمية، أبنائنا الطلبة أولياء أمورهم، وإن شاء الله تفوق وخلال يعني مسيرتهم التربوية، ونحن مقبلون اجتياز إن شاء الله عام دراسي من خلال الامتحانات النهائية لجميع مدارسنا في محافظة البصرة. كل عام وأنتم بخير، وإن شاء الله يعاد عليكم بالصحة والعافية والصحة واليمن. بمناسبة عيد الفطر المبارك، ويا ربي في هذه المناسبة بالتفوق العام الدراسي الجديد، نهاية العام الدراسي الجديد، نتمنى التوفيق لكافة الطلبة تلاميذنا وأبنائنا، وأن يكون تفوق دائما إن شاء الله. من هذا المنبر أهني جميع الأمة الإسلامية بقدوم عيد الفطر المبارك، كذلك أهني المؤسسات التربوية والمديريات وأساتذتنا الكوادر التربوية بهذا العيد، كذلك أقدم من هذا المنبر مجموعة من التوصيات ونصائح إلى أولياء الأمور متابعة أبنائهم في المدارس من حيث أداء الواجبات المناطة إليهم، كذلك الابتعاد عن منصات التواصل الاجتماعي التي تلهيهم عن واجباتهم الرئيسية. كل عام وأنتم خير، عيد مبارك، عيد فطر سعيد إن شاء الله على أمة محمد بحق محمد وآل محمد. الله يفرج إن شاء الله على المسجونين والمعتقلين والنازحين والمغتربين خارج العراق وداخله، إن إخوان النازحين اللي عافوا بيوتهم خلال هالسنين هاي من 2014 ولحد الآن، الله يعيدهم ويرجعهم لأوطانهم إن شاء الله سالمين غانمين، ويتمتعون بهذا البلد العظيم حالهم حال إخوانهم بالجنوب وبالوسط ومن كلهم بلادنا.
كنا اخوان وكنا عراقيين، ننبذ الطائفيه، ننبذ، ما عندنا تفرقه بين كيان وكيان، تجمع وتجمع اخر، كنا مسلمين، كنا تحت جم واحد، واخواننا المسيحيين ايضا كذلك، وجميع الطوائف تحت شمل هالبلد هذا العظيم، بلد العراق. العراق عباره عن خليط يجمع جميع الطوائف، وهي هذا الحلول به، يختلف عن باقي البلدان، صعب حكمه، صعب تنظيمه اذا ما يتاخون بيناتهم الاخوان العراقيين بهالتجمع هذا وبهالخليط هذا، وان شاء الله نشوف الخير في التجمع هذا.